أخبار اليوم. طيبين، طبعا في إطار التكامل بين قنوات القطاع، بحيث أن قنوات ده يعني منهج الحقيقة تم ناقشته مع السيد رئيس القطاع بشأن أن كل قناة تهتم بجزء في خلال شهر رمضان، بحيث أن الترفيه والدراما والكوميدي خدتها قنوات، فبتختص قناة العائلة السنة دي إن شاء الله بجزئين مهمين، وهم دول من هيكل القناة الأساسي اللي هو الخاص بالسلوك والجزء الديني والعادات والتقاليد. فإحنا الحقيقة مقدمين يعني حوالي 4 أو 5 أفكار السنة دي إن شاء الله، نتمنى إن هم يكونوا يعني مسار مشاهدة للناس. عندنا نساء في حياة الرسول باعتبار من جزء من مكون الأسرة المصرية المرأة، إحنا محتاجين المسألة دي تبقى يعني مهمة دلوقتي في الجدل الخاص مع المرأة. يعني عندنا يوميات صائم، ده بنحاول ندي قيم ازاي الانسان يعني يبقى صيامه كامل، وان هو يبقى ملتزم دينيا، وان الصيام ما يبقاش عن الاكل والشرب بس، يبقى في سلوكياته، ده جزء من جزء مهم دلوقتي. صيام في صيام ده برنامج هيتكلم عن الوجبات الصحية والأغذية والأمراض والأكلات المناسبة للأمراض وكده. البرنامج الرابع اتيكيت، البرنامج ده يعني بالسلوك، السلوك الشخصي، كيفية التعبير عن الرب، الاستقبال، الصداقة، كل ما يخص ما يطلق عليه لفظ اتيكيت بيتم منحشته من هذا البرنامج. عندنا برنامج اسمه رمضان الخير، وده بما ان رمضان يعني شهر يعني بيستحسن فيه فعل الخيرات، فبنحاول نشوف ايه اوجه النشاط الخيري اللي ممكن يتقدم. ده بالنسبة للحاجات الجديدة. تم تطوير طبعا كافة برامج القناة لأن هي تبقى متناسبة مع شهر رمضان. فعندنا بالنسبة للأكل إنه مسألة مهمة جدا ومكون أساسي في القناة، بنقدم كل يوم أحلى فطور. الميزة السنة دي إن شاء الله إن إحنا هنخليه كل يوم من بلد معينة، يعني يتم تقسيم 30 يوم على 30 منطقة، وفي كل مرة بنتعرض على العادات والتقاليد وأهم الأكلات اللي ممكن تكون موجودة. عندنا سهرة عائلية، ده البرنامج اللي هو بديل لبرنامج بيت العيلة، وده هيتم فيه مناقشة يومية لأحوال الأسرة المصرية والعائلة المصرية وما يشغل بالها. طيب بس يعني كده هنكون في نهاية كوميدي، خريطة نهاية كوميدي تقريبا جاهزة بوصلة 90% العمالة الدرامية احتفلت إن شاء الله. العمالة الدرامية الكوميدية المخرجات عرضتها لأستاذ الناس يومية زورة مخصوصة تاني بحيدة بسوسين غانم ومستاذ الزعفة دين كونيا سين غانم وسيد كونا خيرس بشوية غانم عرض مسلسل كومو قديم يومين من ثلاثة الجمعة، حيث ثلاثة مسلسلات عرضوا في رمضان عاملين ساعتين نتكلم فيهم بس ثلاثة أربع حلقات. في معاد الخراب هنشوفوا تلميع مسلسل صيام صيام، مسلسل حكاية ميزو، المسلسل أنت هو فينش من المسلسلات اللي تعرضت في رمضان أحد رمضان يعني، وبنعمل له زي حلقات مجمعة كل يوم ساعتين من الثلاثة الجمعة. بيقابلوا الناحية التانية من السبت الاثنين، السبت حد اثنين فيلم أبيض أسود، الأفلام موجودة 12 فيلم في رمضان يعني. أحكي لكم أبيض أسود حاجات اسمها ياسين وحاجات تانية. والأعمال الكرتون سوبر هنيدي بتاعت محمد هنيدي والسبت والجاسبي صباح عبد الله محمد ترك. بالنسبة للبرامج الكوميدية كان عندنا برنامج تابع كتير في رمضان، ده 15 حلقة بالتبادل مع برنامج في مصر بس، تابع كتير حلقة فيهم هو المساحة الزمنية اللي موجود فيها خلاص عرض فيها أحلى كتير في الجرايد والمجلات العربية والمجلات العربية والمصرية. حي بس حي في فورمات جديدة للبرنامج مع الصديق أحد نجوم الكاريكاتير بيتكلم عن أعمال أو الكاريكاتيرز اللي كانت موجودة في رمضان وبخاصة رمضان. برنامج في مصر بس تعرف الشعب المصري ومواقف ونواته من خلال الصور اللي على الإنترنت. أنا هرش دماغ لأن الأستاذ أحمد شمال 15 حلقة بيئة المصريين في الشارع ومن خلال أسئلة بسيطة وسهل تتم الحوار معاهم بشكل خفيف وكوميدي. برنامج مش بجد برنامج مقالب التغنى هنكلمه برضه في رمضان. عندنا برنامج اسمه كلام ايمان تقديم الاستاذ اسامه عمر. هو هي مسلسل ايه؟ طب كم حلقه هي وهي تقول؟ 15 حلقه 10 شفت بقى 15 لا 10
فاحنا دايما بنعرف الناس سنة 85 ايه 86 ايه، طبعا بنمر باعمال عظيمه جدا لحد ما نوصل 2015 عملنا ايه؟ ده 30 مره. البرنامج الاخر ده هيبقى 30 حلقه نص ساعه الحلقه. البرنامج الرابع برنامج جمالك مصر، جمالك مصر هيصور جماليات مصر فعلا، يعني من حي بقى الجماليه حي الحسين الحرف للاشياء، فجمالك مصر هو برنامج سياحي لطيف في رمضان، يعني اعتقد ان احنا متشوقين نشوف ده ان شاء الله، يعني بشكل برضه في ايقاع حلو نص ساعه كل يوم. البرنامج الخامس اسمه لما تحلم، لما تحلم لما الاسره المصريه، عايزين نقرب من الناس اللي هم شبهنا، الناس البسطاء اللي شبهك مش اللي شبهنا، يعني هنروح بيت اسره كل يوم، هنصور قبل رمضان خمس حلقات وبعد كده ان شاء الله هيبقى يوم بيوم، يعني بنصور تحضير الاسره دي لافطار يومها وعيلتها والعيل والعيله عايشه ازاي، الميز بيجيب حاجه، الاب قاعد مع اولاده ازاي لحد لحظه الفطار. البرنامج السادس والاخير بالنسبه للحاجات الجديده انه تم اتفاق بيني وبين الفنان اسماعيل فرغلي على عمل كاميرا خفيه، وفي فكرتين حلوين احنا هنستقر على واحده ان شاء الله ونعملها، ودي برضه هيبقى مدتها من 10 15 دقيقه في اليوم. لكن في برامج مستمرة معانا زي صفحة جديدة طبعا، وهيبقى مطوع لشهر رمضان، هيبقى منوعاتي أكتر من إنه يبقى سياسي يعني، بالإضافة لبرنامج نهارك سعيد برضه من أهم البرامج عندي، برضه هيبقى يعني المنوعات الفرايتي فيه أكتر.